معكم محمد عماد، مصري عنده 23 سنة، حاليا موجود في المغرب. كانت سارة في المغرب من الأول للآخر. تعالوا نعرف قصة حبي للمغرب ومن الأول للآخر على واضح. السياحة هي اللي قربتني للمغاربة، لأن كنت تور جايد للمغاربة، كنت تور جايد لأكتر من 52 مغربي ومغربية، كنت كان السارة بيهم وفرجهم على بلدي، أمنع عنهم النصب ويعيشوا عيشة ابن البلد اللي هو عيشتي. فأنا كنت بتعامل مع المغربي إن هو كأن المغرب جات لحد عندي، ميني موروكو، لأن ساعتها كنت مش قادر أروح. وكانوا بيتفاعلوا مع مصر جدا، كانوا بيعجبوا مصر، كانوا بيتبسطوا جدا بكل التفاصيل، إن هم يقفوا على عربية الفول ووريهم الطبق وهم بياكلوا بالخبز ديالنا. الكشري كان طبعا في اللي بيعجبوا في لأ، يعني هم تقسموا عليه نصين، حيت أكلة بتجي للمغاربة غريبة شوية. اللي ما كانش بيعجبهم في مصر، الشمس في مصر قريبة بالزاف، ممكن توصل ل 48 درجة الحرارة في الصيف. فاللي كان بيجي في شهر 7 و 8 كان بيقول لي جملة واحدة: الشمس عندكم قريبة معي. الموضوع بدأ معايا من حوالي 4 سنين. كنت شفت بنت مغربية في مصر، قابلتها وسريتها في الاهرامات، وده كشي كانت بتتكلم مغربي وانا ما كنتش فاهم. فانا سالت نفسي ليه ده شعب عربي وبيتكلموا لهجه من اللغه العربيه انا مش فاهمهم؟ جاي على المصريين ما كيفهموش الدرجه، انا بقول له سلام لباس كده يقول لي كلمني عربي، وما كيفهموش. هو المشكله ان اللهجه المغربيه فيها السكون، فيها ضم الكلمات، فيها كلمات امازيغيه، كلمات فرنسيه، كلمات اسبانيه، فيها زربه. ابتديت ان انا ابحث عن المغرب، ولما دخلت فضلت ادور عن التاريخ، اكتشفت ان فيه هويه اسلاميه، فانا اعجبت بده، فحبيت ان انا ازور البلد دي واجي اشوف التاريخ دوت. انا مش مصدق ان انا في القاره الافريقيه، اقسم بالله لما كانش معايا الباسبور ومختوم لي عليه كده ان انا في المغرب ما كنتش اصدق. انا لما جيت المغرب انا ما كنتش متخيل ان هو واعر بالطريقه دي. دايما لما تفضلي تسمعي البلد دي حلوه، السمعان مش زي ان انت تشوفي وتعيشي. المغرب بلد يعني بلد واعر بالزاف، جميل، منظم، نظيف، ناس والله عمرها دار. يعني اتمنى طبعا ان انا اعيش هنا. فاللي انا بحاول دابا كنديره، انا باغي نفتح شركه سياحه هنا للسفر لمصر، حيت انا في مصر الناس كانت بتثق فيا جدا، كنت مشهور في السوشيال ميديا ان انا اي حد باغي يمشي لمصر يكلمني يقول انا باغيك تور جايد ليا في جيد في مصر. فانا نفسي ان انا ادير شركه سياحه هنا، اقدر ان انا اتنقل ما بين مصر والمغرب. زرت بزاف ديال المدن، كل مدينه في المغرب بيميزها حاجه. يعني مثلا انا في كازابلانكا بحس ان هي اقرب للمنطقه اللي انا اتولدت فيها، بس في نفس الوقت بميل للهدوء والراحه والطبيعه اللي في كل مكان في الرباط. وبرضه بيعجبني الهدوء والبيوت اللي كلها مدهونه ازرق اللي في شفشاون. وطنجة بحس ان انا في اوروبا، يعني لما بروح هناك بحس ان انا في اوروبا، ببقى مبسوط، بحس ان انا بقيت في مغرب اخر. كل المدن بيعجبوني، ما اقدرش اقول ان في مدينه محدده هي اللي كان احماق عليها. ففي اوجه تشابه بالذات، كلا المصريين والمغاربه شعب طيب وعلنياته قوي، بيضحك بيهزر، وبالذات مراكش. المراكشيين بيحبوا الضحك بشوشين جدا. مراكش يعني بيضحكوا بيهزروا بزاف جدا. يعني انا هنا مش حاسس نهائيا ان انا في غربه، انا حاسس ان انا وسط شعبي واهلي وناسي.